كيف مع ياسر الشمراني. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم اليوم في بداية مشوارنا في برنامج كيف. أرحب بكل المستمعين الأعزاء اللي انضموا معنا الآن في بث إذاعة MBC FM وبرنامج كيف. مستمعينا طبعا اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا، أفضل ما يمكن أن يملكه الإنسان من صفات وميزات، وإحداها هي صفة بعد النظر. هذه الميزة تمكنك من أن ترى الأمور من جميع جوانبها، وتخيل أنه أنت تمتلك هذه الصفة، أكيد راح تكون من الأشخاص المتزنين والعاقلين. الإنسان بعيد النظر هو شخص قرر أنه ما يحكم على الأمور لحظة وصول الكلمات إلى أذنيه أو أول ما يسمعها، بل يفهم ويتأنى إلى أن يصل لحقيقة الأمر، بعد كذا يصدر قراره. على العكس من ذلك، في بعض الناس يعني متسرعة في قراراتها، في ردود أفعالها، واللي أحيانا كثيرة ممكن يعني تجيب لصاحبها المشاكل وتعقد عليها الأمور بشكل كبير جدا. فكيف ممكن أن يعني نكتسب هذه الصفة، صفة بعد النظر؟ هذا هو موضوعنا اليوم مستمعينا، وسؤالي لكل مستمعينا الكرام اللي حابين يعني ندردش مع بعض اليوم، راح نسمع أكيد من خبراتكم ومن يعني مواقفكم حول هذا الموضوع. هل ترى نفسك بأنك صاحب ردة فعل سريعة دائما، أو ردة فعلك تكون حسب الموقف؟ إذا كان في شخص محيطك أو أنت معروف أنه عندك صفة بعد النظر، اذكر لنا موقف مر عليك أخطأت فيه في تقدير عواقب الأمور، وتمنيت لو كان عندك بعد نظر حتى تحكم على الأمور بشكل مميز وتبتعد عن المشاكل. إذا مستمعينا هذا هو موضوعنا، لكل الأصدقاء اللي حابين يشاركونا سجل معي رقم التليفون، حابين نسمع رأيك في الموضوع وخبرتك أيضا إذا كان لديك خبرة أو لديك خبرة، على تليفون البرنامج 011-268-4488. مرة ثانية 011-268-4488. وموضوعنا اليوم عن بعد النظر، وحاول زي ما يقول لك راشد الماجد عيد النظر. أهلا وسهلا بالجميع من جديد، نرجع لموضوعنا اليوم، نتكلم عن بعد النظر، هذه الصفة والميزة اللي تمكنك من أن ترى الأمور من جميع جوانبها، يعني تخليك في طور العقلانية والاتزان. الإنسان بعيد النظر هو شخص قرر ألا يحكم على الأمور في لحظة وصول الكلمات أو سماعها، بل يسمعها ويفهمها ويتأنى إلى أن يصل إلى حقيقة الأمور. طلبنا مستمعينا الكرام أنه يشاركونا هذا الموضوع اليوم، نسمع تجاربكم، نسمع آرائكم حول هذا الموضوع، وإيش ممكن يستفيد الشخص اللي يكون عنده بعد النظر. نبدأ مع الاتصالات، يكون معنا أخونا خالد. حياك الله يا خالد. أحييك وبيك يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟ مساء النور. سعيد مساك يا هلا والله. الله يسعد مساك ويحييك. ومن يقول يا رب. ها يا خالد. والله شوف الصراحة بدأت أحس إن أنا عندي شوية شيء من بعد النظر. عندك إيش؟ المشكلة عندي شوية من الإحساس أو مفهوم بعد النظر، بشوف أمور يعني بحس إنه مش أشوفهم كمستقبل وبيصير واقع بشكل أو بآخر، كحدث كان أو كفكرة. فترة بشوفها. بس المشكلة الثانية إنه بجيب العيد أكثر من ما يكون. كيف تجيب العيد؟ والله أكون فاهم مثلا يكون في مسار معين المفروض الواحد يأخذ عشان يكون شورت واي على قولهم، بس إني لا أقوم أخذ الليج واي اللي هو يكون أبعد بمسافات مرة أطول، وأتعب عبال ما أوصل مثلا للهدف اللي أبغاه أو المطلوب ما أوصل لها. فهذا اللي بيخلي الواحد يحس إنه هو بيجيب العيد أكثر مما إنه بيكون يعني بعد النظر اللي عنده الفائدة. يعني أنت بعض الأحيان بعد النظر عندك يكون دروب مشكلة.
لا انه هو أن او تاجيل الـ تاجيل الـ يعني الامور او تاجل الامور صح؟ مو اجلها لانه مثل ما بقول لك فيها نوع من انواع التاجيل، بس انه اللي بيحس بيخليني احس انه في اختلاف في اللي بيصير، انه ما باخذ الطرق من المختصرات اوكي باخذها الى الابعد، فهذا اللي يمكن حاجه اللي بتخلي الواحد يكون متسرع في رد فعله ويجيب العيد. جميل. شوف يعني بس انت بشكل عام ما تشوف نفسك انك انت صاحب ردة فعل سريعة صح؟ بعض الاحيان اللي اكون قد صبرت على ردود فعلي بطيئة بشكل كبير، فتجيني فجأة حدث يصير رد فعلي فيه جدا سريع، وبعض الاحيان تكون سيئة بشكل موحد. يعني ممكن يكون حسب الموقف يعني كيف ممكن بالضبط، بس اني اكون قبلها استحملت موقف مرة كثير بردود فعل جدا متأنية وهادية. جميل جميل خالد، أتمنى لك قيلولة مميزة إن شاء الله. أنت أكيد بتروح تقيل، أكيد بتروح تنام صح؟ لا والله بطلب الله بعزيز، لكن الله كريم إن شاء الله. الله كريم. كل خير. آمين إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا خالد، سعيد سمع صوتك. العفو، حياك الله، يا هلا ومرحبا. من خالد إلى خالد مرة ثانية، حياك الله يا خالد المالكي. مهلا فيك ومرحبتين فيك ياسر، وأنا سعيد صراحة بالتواصل معك ومع برنامجك الحلو اللي في الحقيقة لك فقدة كبيرة بسبب عملي المسائي اليومي. الله يوفقك إن شاء الله وين ما تكون يا خالد. خالد بسألك أبغى أسألك، يعني تشوف نفسك صاحب ردة فعل سريعة أو ردة فعلك تكون حسب الموقف؟ والله شوف للأمانة في بعض الأشياء يعني تجاهها تكون ردة فعلي سريعة. ليش؟ لأنه في بعض الأوقات تكون حاجة مهمة جدا وملحة جدا في حياتي يا أخوي ياسر. يعني في أشياء ما تصدق تسمع خبرها على طول، تعطيها موافقة بسرعة بشكل سريع حتى ولو بشكل غير مدروس يا ياسر. لكن في أشياء الحقيقة مصيرية وفي حياتي الشخصية يعني أحاول أني أكون فيها ردة فعلي شوية، احاول ابحث في نفس المشكله، ما اعطي رده فعل سريعه، احاول ابحث وراها الى ان اوصل للاجابه السريعه. جميل. مثلا عندي زي موضوع الزواج، شويه بديت يعني استشير من حولي، يعني مو بسرعه اخذ رد الجميع زي كذا. جميل، الله يوفقك ان شاء الله يا خالد، ونتمنى لك توفيق ان شاء الله في حياتك. وياك والشكر وتحيه لك. العفو العفو، حياك الله، شكرا لك يا خالد، سعيد سمع صوتك. الو السلام عليكم. السلام عليكم. هلا ومرحبا. عليك السلام ورحمه الله. مساكم الله بالخير، امسي عليك وعلى جميع الاذاعه. الله يحييك، اتعرف عليك. معك فيصل. هلا والله يا فيصل، الله يحييك، تفضل. يا هلا وغلا، الله يجزيك فضلك. بالنسبه لاتخاذ ردة الفعل السريعة على حسب المواقف، يعني في بعض المواقف تطلب منك ردة فعل سريعة، بعض المواقف لا، يعني يحتاج انك انت تعمل دراسه جدوى بينك وبين نفسك، تفكر في الموضوع. جميل. انا اشوف التسرع دائما هو اللي ممكن يعطيك قرارات خاطئه ومن مكانها. يعني مثلا جميل. واحد دائما يعمل دراسه جدوى، يفكر في الموضوع، ما يعني على قولهم مثلا ما يتخذ قرار في وقت الفرح مره وما يتخذ قرار في وقت الزعل مره. يعني جميل فيصل، مر عليك يعني موقف اخطات فيه في تقدير عواقب الامور تمنيت لو كان عندك بعد نظر حول هذا الموضوع؟ والله حصلت مواقف، لكن في الوقت الراهن يعني ما يذكرني شيء حديثا. لكن افضل شيء انا اشوف ان الواحد ما يتخذ القرار مثلا في تسرع، ويعطي مساحه بينه وبين نفسه يفكر ويعمل دراسه جدوى، هل الموضوع ده واتخذت القرار هل بيعطيني شيء ايجابي او شيء سلبي مستقبلا. انا اشوف التسرع شيء مهم، يعني عدم التسرع والتمهل للامور هذه، يعني في امور الواحد يحتاج يده قرار يفكر مره واثنين وثلاث. احسنت، يعطيك الف عافيه فيصل، سعيد بسمع صوتك، وشكرا جزيلا على تواصلك معنا. اهلا وسهلا، في امان الله، مع السلامه. يعني كثير من الناس بالفعل يعني يكون عنده ردة فعل سريعة أو أخطأ في تقدير بعض الأمور، وأتمنى أنه لو كان عنده يعني إعادة النظر في هذا الموضوع حتى يعني يستطيع أنه يتخذ القرار الصائب. مستمعينا بتوقف لبريك إعلاني قصير جدا، وبعدها أبغى أسمع أصحاب الرأي في هذا الموضوع، اللي حاب يشاركنا على تليفون البرنامج 011 268 44
8 نتكلم اليوم عن ردود الفعل السريعة وحسب الموقف كيف ممكن تكون، وهل هنالك شخص في محيطك عنده هذه الصفة بعد النظر، وكيف ممكن يستفيد منها بشكل جيد جدا. حي الله أعزائي المستمعين من جديد، أرجع لكم واستقبل أيضا مشاركاتكم في موضوع نتكلم عنه اليوم، موضوع يتعلق بصفة من صفات الصفات المميزة هي بعد النظر. هذه الصفة التي تمكنك من أن ترى الأمور من جميع جوانبها، ويعني تخليك في نوع من الاتزان والعقلانية. نرجع لاستقبال اتصالاتنا ومشاركات مستمعين الكرام معنا على التليفون. الخوالد اليوم ما شاء الله، يعني ثالث خالد معنا اليوم على الهواء. حياك الله يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. خالد العتيبي معك. حياك الله يا خالد، يا هلا ومرحبا. والله بالنسبة للموضوع أخي ياسر، الواحد يكون عنده اتزان في الأمور، اللي يكون عنده بعد نظر في جميع الشغلات الحياة حياتنا اليومية، يكون يتخذ يعني يكون مع تقدير الأمور. يعني صار في موقف بالنسبة لك يا خالد يعني أخطأت في تقدير العواقب الأمور، تمنيت لو كان عندك تأني وبعد نظر؟ إيه والله، زمان كنا في يوم في الجامعة صار هذا الشيء طبعا، لكن ما أقول لك ما صار، لا صار وتلافيتها في المستقبل. أبشر أخو ياسر. جميل. نعم، وأخو ياسر بس حبيت ألقي تحياتي لك، أنت مبدع لفترة عنك سعدني مني سمعت صوتك اليوم. الله يحييك يا خالد. وألقي الله يسلمك، وألقي تحياتي لسمية الفنان خالد عبد الرحمن ملك الفن وبندر عبد الرحمن وكل من يعز على خالد العتيب، وتحياتي لك يا يعني. شكرا، شكرا لك يا خالد، سعيد سمع صوتك، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. عبد العزيز مساء الخير يا عبد العزيز، صحة. يا أهلا، مساء النور. هلا هلا وسهلا، الله يحييك، كيف حالك؟ الله يحفظك. شدني بصراحة الموضوع، لأنه بصراحة الموضوع هذا لازم أي شخص يعرف كيف يتصرف في أي قرار يتخذ. في قرارات مثل قرارات الدراسة، مثل قرارات الزواج، مثل قرارات قرارات هذه عقلها وتوكل، يعني فيها فائدة مرجوة ومعروفة، يعني ما فيها ضرر نهائيا. ولكن في قرارات مثل ما أنت تشتري ابنك ولا سيارة فرضا عشان يبدأ يسوق، هذه قرار لازم تدرسه صح، لازم قرار تسمع له في وقت معين. المكان والوقت المناسب لازم يكون لها دراسة، لازم يكون لها فكر، البيئة، الناس اللي حواليك، المكان اللي تدرب فيه، متى تبدأ، متى ستارت، متى تبدأ يسوق، متى يمسك الطريق. خريص احنا كبار قاعدين نغش فيه. صحيح. في قرارات كثيرة يبي لها انك تكون متريث، كثر ما تأخرت ما راح تندم. طيب ممتاز. استعجلت ممكن انك تندم، ممكن انك عندك المهارة اللي تخليك تتجاوز اي عقبات تصادفك في قرارك. طيب الحين أبسألك بحكم الخبرة أخوي عبد العزيز، الآن يمكن يسمعنا كثير من الشباب ويقول يعني كيف أعود نفسي أو كيف أدرب نفسي على أني أنا أصير متأني؟ أول شيء لازم تدرب نفسك على أنه دائما، يعني مو دائما، خل عندك ميزة الصمت، حتى لو ما تقدر على نفسك تكون ثرثار، يعني هذه طبيعة الله خلقك فيها، أنا ثرثار، بس حاول أنك تقلل منها عشان تقدر لما تقلل الكلام راح تفكر اكثر. لما تتكلم انت ما راح تفكر، انا اتوقع انه لما تظل تتكلم انت ما راح تفكر، راح تسترسل بالكلام، راح تسترسل، ممكن تتخذ قرارات وتحكم احكام على ناس انت تستعجل فيها. ليش؟ والسبب الاساسي عندك ايش؟ انه انت رجال ثرثار، او انك ما اعطيت مجال للتفكير او للتأني، ما اعطيت المخ ما اعطيته مجال يفكر او انه يستنتج او انه يقول هذا صح وهذا غلط، انت ما اعطيت مجال. انت سريع، لا، السرعة فيها تهور في السواقة، في القرار، في كل شيء، إلا في حاجات معينة. أرجع وأكرر وأقول الزواج والدراسة تتأخر أنت غلطان، خاصة الدراسة. أنا جتني أكثر من فرصة كشوي أجل أجل، بالأخير أشوف زملائي كلهم ترقوا وزانت أمورهم، والسبب إيش؟ أنه كلهم بدأوا من بعد بدأوا سريع، وأنا إلى الآن ما أدري ما زلت متأني وتنتظر. لا مو متأني، هذا أسميها، ما اسمح لي بالمصطلح هذا، فهيت ما أدري يعني ما. لا بالعكس، يعني أنت يعني تلاحقت الموضوع، بالعكس أنت صاحب خبرة يا عبد العزيز، وأكيد أنه استفدنا من كلامك كثير. الله يسعدك يا رب، وأنا والله سعيد بالتواصل معك.
الله يسعد أيامك. ولكن دائما دائما قرار الدراسة في قرارات هذه لا تستعجل، هذه على طول استعجل. أيوة بعد. جميل جميل. السواقة مثلا عندك السفر مثلا إذا سمعت شيء من أحد، حتى تصليح سيارتك، حتى تروح الورشة، إيش المشكلة؟ حتى لو ما في شيء أنت ما خسرت شيء، شيكت ومشيك. صح. اتخذ القرار سريع، تسمع شيء روح شيك، إيش المشكلة؟ جميل. الخسارة مو هنا، الخسارة راح تكون بسيطة إذا أنت ممكن استعجلت في تصليح سيارتك، فقالك بطاريتي ما فيها شيء. أوكي ما فيها شيء، يعطيك العافية، إيش فيها كم كذا كذا، أو إنه كم أنت شغلك راح يكون أقل من إنك تتأخر ويطلع لك خراب كبير لو أنت جاي من بدري أحسن. الفحص الطبي هذا المفروض تستعجل فيه. هذا كثر ما أخرته وهذا وكلته على الله، أوكي كلنا الأمور إن شاء الله على الله سبحانه وتعالى، ولكن عجل بحث الطبي سواء للطفل سواء للشخص الكبير الشايب والدك أو غيره. أنا أحييك والله أخوي عبد العزيز، أحييك على بعض المعلومات يعني اللي أنت ذكرتها، ومن ضمنها الطب، الدراسة، الزواج، العمل، هذه الأمور يعني تحتاج إلى أنه تتخذ فيها قرار سريع. أشكرك جزيل الشكر أخوي عبد العزيز. نأخذ كمان اتصال ومشاركة جديدة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. مساء الخير أخوي. مساء النور، الله يحييك. الله يسعدك إن شاء الله، حقيقة موضوع جدا شدني اللي أتصل حتى. الله يحييك، شرفتنا. الله يسعدك والله، حقيقة عبد العزيز ما خلى شيء ما شاء الله تبارك الله يتصل لي قبلي، ولكن صحيح. أنا برضو أحب أنوه برضو أن في بعض القرارات يكون فيها تسرع ويندم الواحد بعدها بفترة. صحيح. في سواء العمل أو الزواج أو أي إن كان، وفي بعض القرارات لا الواحد يحتاج فيها أن يتأنى، حتى أنه يجني ثمار التأني هذا بعدين. يقول الحمد لله أني تأنيت وجنيت الشيء اللي كنت أتمنى. كيف البعض يعود نفسه على أنه ينظر للأمور من جميع الجوانب، يعني ما يكون ردة فعله سريعة تجاه أي موضوع؟ أنا أتوقع وأعول كثير على كبار السن، أنه يجلس مع كبار السن. جميل. لأن كبار السن أتوقع أنهم أكبر يعني ما تقول مخزون من الخبرة في الحياة في أي مجال تحتاجه. جميل، وهذا كلام أو سهل. في أي موضوع أو في أي موضوع تحتاجه حتى، ومن ضمن هذه المواضيع. ألو ألو ألو. أي الصوت بدأ يروح شوي، معليش. جاي معذرة، تعرف عسير في هالجبال وتروح الأفراد شوي. الله إن شاء الله يسر أمرك، شكرا جزيلا، سعيد سمع صوتك ويعطيك ألف عافية. أنا أسعد كثير يا أخوي ياسر، الله يحفظك. الله يحفظك. يا هلا وسهلا، يا هلا في أمان الله. مستمعينا طبعا راح نتوقف مع إعادة الحسابات والفنان علي بن محمد. حي كل أصدقاء من جديد، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا يتعلق ببعد النظر، وهذه الصفة التي تمكنك من أن ترى الأمور من جميع جوانبها. وطبعا الإنسان بعيد النظر هو شخص لابد أن يقرر أن يحكم على الأمور، أو على أن لا يحكم على الأمور لحظة وصول الكلمات أو سماعها، بل يسمعها ويفهمها ويتأنى إلى أن يصل إلى حقيقة الأمر، وبعد ذلك ممكن أن يصدر هذا القرار. أرجع مرة ثانية رحب بأصدقائنا ومشاركاتكم اللي عنده وجهة نظر أو مشاركة حول هذا الموضوع. كلمنا على تليفون البرنامج 011-268-4488. معنا على التليفون أخونا فهد، حياك الله يا فهد، يا هلا ومرحبا. الله يبقيك بارك فيك يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا ومرحبا يا فهد. عمرك. كيفك وكيف تبوك الورد؟ والله أبشرك كل شيء بخير، والأجواء طيبة وأمطار قتنا ما شاء الله خفيفة، وبقبال خير إن شاء الله. تشبون النار في الليل ولا باقي؟ والله يعني من الساعة 11 ورا والله أنا ياسر خارجة من نطاق المدينة، لا بالله تشب النار. كويس، يلا الأجواء بدأت تحسن الحمد لله. الحمد لله كل أخبار خير إن شاء الله. فهد أنت يعني صفة يبدو لي عندك، هذه أول شيء لأنك شاعر، وشيء ثاني يمكن يعني عندك هذه الصفة اللي هو بعد النظر، يعني ما تحكم على الأمور في لحظة وصولها، صحيح؟ والله تقريبا نوعا ما، ولكن الأمور يعني يبغى لها شوية تروية، يعني يبغى الإنسان أنه يتريض بعض الشيء في بعض المواقف، لكن في بعض الأشياء معينة لازم تكون جازم وحازم وسريع بنفس الوقت.
اذكر لنا مثلا مثال تكون فيه يعني ردة الفعل سريعة مع اتخاذ كل التدابير اللي تكون ردة فعلك فيها مناسبة تجاه الموقف. على حسب والله السريع سريع على حسب في أمور يعني تصير منحنى في حياتك يعني كزواج مثلا أشياء يعني تأثر عليك اجتماعيا وماديا هذه بالك تفكر فيها رويا بالحيل يعني. جميل. طبعا كل انت باقي ما تزوجت فهد صحيح؟ هلا انت متزوج صح؟ اي نعم. اي تمام. انت قصدك الثانيه ولا هذا انا ما ابغى السالفه هذه بعيده. اوكي اوكي. انا استغربت. لا انا لا استغربت قلت اي لانه لا بس بقول لك شغله دائما يعني الشباب كلهم اللي قبل الزواج دائما يعني يشوف حكايه الزواج او تفاصيل الزواج او بدايه انها تفاصيل متعبه وتفاصيل ما يدري كيف يسويها وانها يعني امور بالنسبه له تحتاج الى تفكير. فمجرد يعني اول يوم ثاني يوم الزواج كل هذا يتغير يعني كل هذا يروح. لا هي بيني وبينك ياسر يعني الإنسان صار قادر ماديا واجتماعيا أنا بنظري وأيد الزواج البدري لا يصل عمرك 20 لا يصل عمرك 25 لأنك تتزوج وقدر ما تقدر تزوج تزوج لكن تكون قادر ماديا واجتماعيا يعني ومعنويا عندك قدرة لا بأس. أما أنك تقدم ولا عندك أي استطاعة لا كذا أنت ضريت نفسك وتظلم نفسك وتظلم أبنائك وتظلم حتى أهلك يعني مشكلة. جميل جميل جدا يا فهد يعطيك ألف عافية فهد. أنا أستاذ ياسر عندي إهداء لك خاص. تسلم الله يحفظك. تسلم يقول سلام وحلة تحية سلام وحلة تحية بالخير في برنامج الكيف مع ياسر في طلته يسوق التبشير واللي جاكره خاسر. الله صح لسانك. شكرا جزيلا يا فهد. شكرا لك وإن شاء الله نستحق اللي تقوله. شكرا لك. تسلم والله انت قد ومن المعجبين يعني فيكم كلكم جميعا لكن على احترامك وتقديرك هذا صراحه مو انا اقوله حتى المستمعين يقوله. الله يكرمك هذا من طيبك والله يا فهد. تسلم ومن طيب المستمعين. شكرا لك يعطيك الف عافيه. شكرا لك في امان الله. مع السلامه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك. هلا وسهلا. يا كيف حالك؟ الله يسلمك حياك الله. الله يحييك ويبيك. انت تعرف عليك؟ معك حسين. هلا والله يا حسين كيف حالك؟ خير بك وخير الحمد لله. الله يحييك. ها يا حسين موضوع اليوم نعم القرار. نعم احنا نتكلم عن يعني بعد النظر وهذه الصفة كيف يعني هل نكتسبها ولا هي بعض الأحيان تكون موجودة بالفطرة وكيف نعمل بهذه الصفة انه يكون عندنا بعد نظر وما نحكم على الأمور في لحظة سماعها فورا يعني. طبعا بعد النظر يعني توقع عن أشياء يعني فيها من فترة فيها مكتسب بالخبرة يعني مثلا بعد الثانوي يكون عندك بعد نظر اللي تدخل تخصص وش بعد التخصص هذا وش بتسوي تبدأ تتنور يعني خاصة الثانويين. جميل. الحياة وبداية الحياة وكذا كويس. ففي بعضهم يعني يفكر انه يروح مجال العمل على طول يكسب خبرة وفي بعضهم لا يتعب شوي في البداية ويرتاح في النهايه من ناحيه. جميل. هذه يا اخوي حسين اللي هي قرارات يعني بتكون مصيريه في حياه الانسان لكن انا اتكلم عن الايام العاديه يعني جمعتك مع اصدقائك سمعت كلمه من شخص يعني صار موقف معين خلاف معين عرفت هذا اللي اقصده. الواحد يعني يكبر مخه شوي على الاشياء اللي يحاول انه يكون يفهمها غلط لان الانسان يعني على تفكيره اذا تفكر سلبي تشوفها سلبيه تفكر ايجابيه زي كذا يعني. صحيح. وذكرتني انا كمان بمقطع شفته قبل فتره كان في احدى الباصات ومقطع يعني مش موجود عندنا في السعوديه ومقطع من برا يعني لكن كان في باص وكان في واحد شباب عمره يمكن في العشرينات جالس على كرسي وفي سيده مسنه واقفه وجت معها سيدة مسنة ثانية واقفة برضه فقاعدين يعيبون على هذا ابو عشرين يقولون يعني شوف لا احترم سننا ولا احترم عمرنا ولا احترم يعني وجالس وحط سماعة في اذنه كمان ولا يسمعنا. المهم طاحوا فيه لين اخر شيء التفت عرف انهم هم قاعدين يعني يتكلمون عليه وانه انت جالس في مكان المفروض كبار السن يجلسون فقالوا لو سمحت قوم من هنا. فالرجل طلع على كرسي يعني ما يقدر يعني معاق على كرسي يتحرك
فهنا كانت سوء التقدير كان غير جيد من السيدات، فكان باين التعبير على وجههم لما شافوه بالكرسي المتحرك انه كان حكمهم سريع جدا على هذا الرد. فممكن انه احنا يمر علينا يعني في يومنا يمر علينا امور زي كذا، انت تكون ماشي في طريقك بعض الاحيان تشوف واحد قدامك ماشي بالسياره تقول يا اخي ايش هذا، من علمه هذا السواقه، كيف يسوق بهذه الطريقه، عرفت؟ تلقى يمكن يكون عنده ظرف معين يعني، فانت استعجلت في حكمك قبل ما تعرف ايش المشكله اللي ممكن تصير. والله شوف نختصر بكلمتين اللي هي في التأني السلامة وفي العجل في الندامة. أحسنت بالفعل. فالواحد يعني دائما يتأنى يتروى يعطي أخوه المسلم ألف عذر، ما أدري وش حالتك وش ظروفك. صحيح. فيعني ممكن أنا أمر بهالموقف، فالدنيا دوارة، راح يجي واحد يا أما بيساعدني في الموقف هذا يا أما زي ما سويت في الناس بلقى. صحيح. وفي بعض الناس طبعا كثير يعني يلوم أحد على شغلة معينة وما يعرف وش ظرفه، مثلا أنت عزمت أحد أو مواعد أحد وتأخر عليك وتدق عليه ما يرد، فيبدأ الشخص يعني على طول يصدر الأحكام، هذا ما يعني غير ملتزم، هذا إيه وما تدري إيش ظرف الشخص الآخر يعني. صحيح. هو شوف يعني إذا مثلا عزيمة أو شيء يقول اللي جاء فيه بركة واللي ما جاء عذره معه. اي مظبوط. يعني احنا انا اقصد انه احنا كيف نعود انفسنا على هذه الامور البسيطه، يعني ما نستعجل فيها ونعرف ايش الاسباب قبل ما يكون في يعني احكام صدرت في هذا الموضوع. صحيح. انا شاكر لك يا حسين على مشاركتك وسعيد بسمع صوتك. وانا كذلك سعيد بسمع صوتك بعد قطع. شكرا الله يحفظك. شكرا لك، في امان الله. مع السلامه. اهلا وسهلا. الو. طيب يبدو لي هذا. وعليكم السلام. وكنت حقفل والله ما أحس بالخط انقطع. مساك الله بالخير. الله يمسيك برضا والسرور، حياك الله. شلونك؟ عساك طيب. خير الله يعافيك. يا هلا وسهلا. الصوت هذا غايب له فترة. جال عمرك طويل. الله يعافيك. من معي؟ معك فهد عاني. سم؟ فهد. 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 أنا أقول يا فهد هذا الصوت غايب له فترة. جال عمرك طويل. وأنا أقول لا تعليش عمرك طويل. تسلم الله يحفظك يا فهد. شفت وانا مكلمك وش عشان بس اسمع صوتك لبى قلبك. الله يسعد ايامك يا هلا. محبوب لدى الشعب السعودي كله حبيبي. الله يكرمك، هذا من طيبك ولا يا فهد. ولا تعليق يا حبيبي، لا تعليق. شكرا. شكرا يا فهد. الله يمسيك بالخير. شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافيه على تواصلك معنا. مستمعينا بنتوقف لاعلان قصير وبعدها راح يكون معنا على التليفون الاستاذه نجلاء الثقفي الاخصائيه النفسيه، راح نعرف من خلالها كيف يكون يعني أو نكتسب هذه الصفة بشكل أفضل، وإيش الفوائد اللي ممكن نجنيها من صفة بعد النظر. كونوا معنا. أحيي الأصدقاء من جديد. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. نرجع في ختام موضوعنا طبعا اللي تكلمنا عنه اليوم. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة الأخصائي النفسي الأستاذ نجلاء الثقفي. أهلا وسهلا فيك أستاذ نجلاء، سعيدين بتواجدك معنا اليوم. أهلا. أهلا وسهلا. الله يحييك أستاذ نجلاء. اليوم نتكلم عن بعد النظر. يمكن إذا كان فيه له أسماء مختلفة، التأني، الصبر، عدم التسرع، الحكم على الأمور. التأني في ردود الأفعال السريعة هي صفة فطرية ممكن تكون أو نكتسبها إذا كانت مكتسبة. طيب أول شيء حاب أشرح أنه أحيانا قبل ما أتكلم هي صفة مكتسبة أو فطرية، بعد النظر والتأني شوية شيئين مختلفة. بعد النظر غالبا هو مصطلح يعني نقوله على الإنسان اللي دائما توقعاته تكون صحيحة. جميل. أما في المقابل التأني يعني في أغلب أمور حياتنا لها عوامل فطرية وعوامل مكتسبة، لكن التأني بحد ذاته تغلب عليه العوامل المكتسبة، إنه شيء ممكن إحنا نتدرب عليه، مهارة ممكن نحسنها. جميل. ففي ناس تقدر تقول أنا دائما كذا، أنا ردات فعلي سريعة أو ممكن أتصرف بطريقة سريعة، صدقني لا يعني ان هم حيستمروا كذا طول حياتهم، بالعكس هذه صفة او مهارة احنا ممكن نتدرب عليها وممكن نحسنها. جميل. طيب بما يتعلق ببعد النظر ايش ممكن يكتسب الانسان اذا كان عنده هذه الصفة؟ طيب اوكي لما نجي نقول على بعد النظر، بعد النظر يعني ما هو هذيك المهارة اللي احنا ممكن نتدرب عليها كالتأني. بالعكس التأني يعني مرة شيء مهم
في حياة الإنسان إنه هو ياخذ دقيقة من وقته إنه هو يتأنى قبل ما يسوي أي ردة فعل. غالبا ردات فعلنا تكون نتائج مشاعرنا، ممكن مشاعرك تتغلبك في أي موقف فتتصرف على أساسها. صحيح. فبالعكس لا، نعطي لنفسنا لو دقيقة أو دقيقتين قبل أي موقف إن إحنا نشوف الفكرة اللي خلف أي موقف إحنا قاعدين نمر فيه، فبالتالي هذه الفكرة حتعطينا وقت إنه إحنا نشوف خيارات واحتمالات قدامنا. فإذا أنت شفت هذه الخيارات حتعطيك فرصة إنه أنت تقرر بطريقة أفضل. ممتاز. أوكي؟ ممتاز. يس. طيب البعض ممكن اللي يسمعنا الآن يبغى يعني يتدرب أو يحاول يعود نفسه على أنه هو يعني يستمع للموضوع وينظر إليه من جميع الجوانب، كيف ممكن يكون ذلك؟ أوكي، في طرق مرة كثير للتدريب على التأني. طبعا احنا نشوف مواقف حياتنا ممكن نلاقي مواقف إيجابية مواقف سلبية، مثلا كأنه أنت تتسرع بأنك تطلق فجأة، أو أنك مثلا تتسرع وتتحمس في أخذ وظيفة معينة. بالعكس في أمور تدريبات بسيطة ممكن يستخدمها الإنسان إنه هو يعود نفسه على موضوع التأني. منها إنه ناخذ دقيقة أو دقيقتين إنه أنا أدي المجال لنفسي إني أفكر قبل ما أتصرف. النقطة الثانية في أي موضوع إن كان، صحيح؟ حتى لو في الأمور البسيطة حقت الحياة. هذه نقطة إنه أنا أبدأ أتدرب على الأمور البسيطة حقت حياتي، مثل حتى في سواقة السيارة أو إني أنا أستنى دوري. لأنه إذا أنت بدأت تتدرب على التفاصيل الصغيرة حتبدأ تأثر إيجابياً على الأمور الكبيرة في حياتك. هذه على فكرة نقطة أكثر من رائعة، أنا بس بقطعك بس بنكمل نفس الموضوع. نقطة أكثر من رائعة ذكرتيها اللي هو وانت بالسيارة أو وانت واقف في طابور أو في مكان ما، يعني صراحة هذه أكثر الأشياء اللي ممكن تتدرب فيها بشكل جيد على الصبر على التأني على الأمور هذه، لأنه غالبا هي أمور حياتنا البسيطة هي صحيح. ترجمة للأمور الكبيرة اللي إحنا ممكن ندخل فيها. صحيح. ومنها طبعا ممارسة التنفس الاسترخاء وغيرها من أشياء التأمل اللي ممكن تساعد الشخص تهدي من مستوى القلق اللي عنده، مستوى العصبية عند الشخص، وغيرها من الأمور اللي ممكن عوامل تساعد في التأني. طبعا للتأني في فوائد عظيمة، منها أنه أنت تساعدك تنفذ بطريقة أفضل الأمور. ثاني شيء يعطيك وقت انه انت تفكر ايش مهم في حياتك وايش مو مهم. صحيح. ثالث صفه وهي من اهم الفوائد انه انا اعرف ايش ايش ممكن اقرر او كيف ممكن اقرر. والمهم في النهايه حابة اقول انه التأني من افضل المهارات اللي انا ممكن اعلمها نفسي، وباذن الله اي انسان يتروى ما عمره يندم حتى لو عاد عليه الموقف بشيء ما كان يتوقعه، بالذات إن هو أعطى نفس الفرصة إن هو يفكر قبل ما إنه يتصرف. فإنه التروي مهارة مرة مهم إنه إحنا نطورها عشان نحصل على جودة حياة أفضل. جميل. الأهم من هذا الموضوع أستاذة نجلة بأنه أنت ذكرتي قبل شوي بأنه يعني إذا عودت ودربت نفسك على التأني على رؤية الأمور جيدا من جميع الجوانب، مش بس أنت بيكون عندك بعد نظر، أنت بيكون عندك بعد نظر، بيكون عندك قرارات صائبة، بيكون عندك حياة سليمة، حياة خالية من المشاكل. هذا كله يرجع في يعني ترتيبك للأمور، يرجع لإنجازك، لأدائك لمهامك، أمور كثيرة. يعني أنا كنت أتوقع أنه فقط يعني ممكن إذا كان عند الشخص بعد نظر يسلم من المشاكل، لا طلع الموضوع أكبر من كذا بكثير، ينطبق على كل أمور حياتنا جميعها. صحيح. احنا شاكرين يعني تواجدك معنا استاذة نجلاء الثقفي الاخصائية النفسية، ويعطيك العافية على اثرائنا لهذا الموضوع. شكرا جزيلا. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. شكرا لك، في امان الله. مستمعينا، يعني زي ما ذكرنا بانه هذه الصفة تستطيع ان تكتسبها مع التمرين، مع اعطاء وقت كافي للحكم على الامور. والفائدة ليست فقط زي ما قالت الاستاذة نجلاء على قرارك، الفائدة تعم على حياتك وعلى أسرتك بشكل عام. إذن بهذا مستمعينا إن شاء الله يكون هذا مرمى الجميع، ونسمع مرماي لماجد المهندس ونختم حلقتنا اليوم. تحيات أحمد الشهري معد هذا البرنامج، ومني محدثكم ياسر الشمراني. ألقاكم بكل الحب، في أمان الله.